اخيرا هروح شكل المحل بتاع تيو اتسرق. اتمنى ساعد. مش ممكن. سبايدر مان انت فين؟ اطلع. اهلا انا هنا هو. ايه؟ مش انت، القط بتاعي مسميه على اسم سبايدر مان الحقيقي. في حيوانات اقتحموا المكان وخدوا سبايدر مان كمان. دي حاجة تقرف. عرفت راحوا فين؟ هدفهم محطة الكهرباء الفرعية على بعد مبنيين. هلاقيهم وهلاقي القط. أكيد مش هتضر بحاجة. سبايدر مان. يستحسن أكلم جانكي لما أوصل هناك. ليه ممكن يروحوا محطة الطاقة؟ هدخل من هنا. جانكي محتاجك. في ناس سرقوا محل تيو وراحوا لأقرب محطة طاقة. غريبة، أنا مركز معاك، شايفك عن طريق البث المباشر. يضربوا نار على المحولات؟ تمام. احنا محتاجين ندمر كام واحدة. هو انا شكل كهربائي؟ اضرب نار واطلع الافلاك وخلص. نملك شوية. متأكد انك هتفصل عن المبنى كله؟ طبعا متأكد. لو دمرنا اكتر من واحد الشرطة ساعتها مش هتلاحق. انا عمري ما اتفرجت في خطة زي دي قبل كده. ده عشان شغلك يخلص بسرعة، إنما ده شغل مدته طويلة. أظن ده أحسن من شغلانة البيت. خد بالك من العناكب. عجبك؟ حصيلة المحطة دي وصلت 64%. أعتقد إنك ممكن تلاقي دعم. حلوة الفكرة دي بخصوص أنظمة الدعم. أنت شاطر في حوارات الأبطال الخارقين. لا أنا متفرج عادي. لازم ألاقي القط بتاع تيو. سبايدر مان، ثانية. سبايدر مان تحت فتحة الأسانسير. أثبتها في مكانها. حلوة بس مش بتثبت. أنا جاي لك يا سبايدر مان، استناني. سبايدر مان، لحظة. آه.
أعتقد إني عارف الناس دي عايزة إيه. في بنك في الحي ده، مفيش كهربا يبقى مفيش حماية. يعني لو صلحنا الكهربا هنمنع عملية سرقة البنك؟ هنوقف الجريمة قبل ما تحصل. في عالم فيه شخصين بس يقدروا يعرفوا المستقبل، هم بس اللي يقدروا يوقفوها. أيوة لازم نركز. مش هيقدر علينا كلنا. تمام، مين قال لي سبايدر مان على مكاننا؟ ديريك؟ كنت عارف. استعد للضرب. اضربوه. سلام. هتقدر تخلص عليا. نزلوه هنا على الارض. هنشن. شكلهم قابضين من حد، عندك فكرة مين؟ ايه؟ تمام، الانتاج صفر. هتصرف. هشغل كشافات الطوارئ. تمام، تقدر ترجع الكهرباء لو شحنت باقي الأجهزة الاحتياطية. حاضر. بيحتاجوا كام بلطجي عشان يبوظوا محطة الطاقة؟ عاملين ايه؟ مين زعيمكم؟ حد عرفه؟ وقعت في ايدي يا عين. ابعد يا سبا. المفروض كنا نمشي، بس لازم تقول لا. وطو. أنا لازم ألاقي أنظمة الدعم. تمام، لازم أتحرك وألاقي المولد الأساسي. أتمنى أقدر أصلحه. دول عمالين يتكلموا عن الزعيم بتاعهم، عندك فكرة هو مين؟ بقولك إيه، ناس كتير عايزة تسرق البنوك. الموضوع يستاهل المحاولة. أهي سكينة الكهرباء الرئيسية، أخلص من الرجالة دول وبعدين أبقى أصلحها. بجد الشتاء. انسى، بحب الدوشه دي. هتوقع. نزلوه على الارض. مش كويس، الدايرة ما فيهاش كهربا، محتاج مولد. يلا بينا. المولد شغال بس ما اعتقدش انه متوصل. الاتصال كويس، لازم اعيد توجيه الكهرباء وقت قفل سكينة. واخيرا. تعال يا قطبوط، ما تخافش. سبايدر مان، مش هتاخده. هو انت ما تعرفش ان مقاطعتنا دي تبقى قله ذوق؟ حياتك على ايدي.
اضربوه. انت اللي اخترت ده. قول لي مين خطط لسرقة البنك واديني القطة وانا هسيبك، اتفقنا؟ ايا كان ما تسيبوهوش يخرج. هتموتي عنكبوت. انت هتموت. بجد يا جماعة عرفوني اسم الزعيم بتاعكم، انا كده كده هعرفه في الاخر. فاكر اننا خايفين؟ ده اصعب منك. وريني اخلك. قصدك ايه بان الزعيم بتاعك اوحش؟ انا همسح بيك بلاط الارض. انت ما بتقتلش الناس، الريت بيقتل. انت انزل هنا. سيبهولي. اخترت اليوم الغلط للعب معانا. ورينا ازاي هتفلت من دي. يلا خلصوني. سيبهولي. هقفل سكينة الكهرباء بجد المرة دي. بقولك رجعت الكهرباء ومنعت سرقة البنك وانقذت سبايدر مان القط. كله في خلال يوم. انا هنزل كلام عن الناس دي والزعيم بتاعهم على تطبيق سبايدر ودود. ممكن تعرف معلومات عن اللي احنا بنتعامل معاه. هتصل بيك بعدين. يا تيو عندي مفاجأة ليك. فعلا؟ ايه هي؟ سبايدر مان. انت كنت في مغامرة؟ بابا كان خايف عليك. ايوه انت خوفت بابا. ايوه انت خوفته. كويس يا سبايدر مان، شكرا. ايوه طبعا. بقول لك تعرف حراميه القط شغالين لمين؟ انا مشغول في كام حوار كده يمكن يكون ليهم علاقه ببعض. عمليات سرقه محلات تجاريه في هارلم، وفي حاجه بتحصل في فيست الشمالي. هكتب على التطبيق اول ما اعرف معلومات اكتر. تمام، شكرا يا صاحبي. مايلز هنتقابل النهارده؟ ما ردتش عليا لسه. اوه ايوه اسف، كنت مشغول في حواراتي. بس انا فاضي دلوقتي، نتقابل فين؟ حلو، شارع 78 ويست اند. شارع 78 عند مركز العلوم؟ اشمعنى هناك؟ هتشوف، ما تتاخرش. شارع 78 ويست اند، لازم اعرف هي قصدها ايه. لازم اوصل. عاوز اقول لك ان عربية الاكل اللي بحبها هتبقى في المسيرة بالليل. دور على شعار سندوتش لحمة عملاق. تمام، شكرا على النصيحة.
أوه ماما، كنت عاوز أسألك سؤال. بما إنك عارفة كل حاجة بتحصل في هارلم دلوقتي، سمعتي عن المجتمع السري؟ أيوة، كانوا بيدمروا أملاك راكسا وغالباً بيجندوا ولاد من المنطقة. ليه؟ هو ما حدش ورطك في الفوضى دي صح؟ لا لا، العم إيرون حكالي عنه. أيوة، أنا قابلته صدفة عند محطة المترو اللي جنب بيتنا. تعرفي إنه شغال هناك؟ لا، عارف إني مش عاوزاك تختلط بيه. بس أنتي وبابا عمركم ما عرفتوني ليه مش مسموح لي أشوفه بعد كده. هو كان متعود يجي بيتنا دايماً. الموضوع ده إيرون اللي يشرحولي. إديني ثانية واحدة. أسفة يا حبيبي، لسه بنجهز. لازم تفضل تكمل. كده مش كويس، يمكن ده يعلمك تفضل تصفق. ايوه اسف، كنت بقول انتي وبابا عمركم ما قلتولي ليه مش مسموح لي اشوف العم ايرون. الموضوع ده ايرون اللي يشرحولي. اديني ثانيه واحده. اسفه يا حبيبي، لسه بنجهز. كله تمام، انقذي العالم يا ماما بصوت ورا التاني. قلتلك انك ابني المفضل. المنافسه صعبه، بحبك، سلام. اهلا يا بطيء، فوق هنا. مخرج الطوارئ متدمر تماما، خلي بالك منه. آه
عشان كده كنت عايزة أننا نتقابل هنا بالذات. أنت طولت، أنا كنت همشي على فكرة. ساعدني، دي محشورة. الكبسولة الزمنية اتبهدلت معانا. أنت فاكر كلمة السر؟ أيوه، كانت ثانية، كانت بتهزروا؟ أنتم لازم تفتكروا الرمز ده، أنا مش معاكم على طول. هنفتكر هنفتكر هنفتكر. أيوه أيوه، حلو. دلوقتي هنحط إيه جوه الجهاز؟ ها؟ كبسولة زمنية، أنا ومايلز اللي عارفينها. عاش، صح كده، كده سر وفي بير. يا ريك، هتقبل وظيفة روكسون ولا لأ؟ ليه؟ هتاخدها لو أنا لأ؟ ممكن، مستني العرض. تمام، بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة فعلاً، عايزيني المسؤول عن طاقتهم الآمنة، وانتوا عارفيني مصدر طاقة آمن هينقذ العالم. بحب الناس المصحصحة. روكسون، لو افتكرنا مليون دولار. روكسون، ثواني. فاكر الرمز صح؟ تسلسل فيبوناتشي. كويس، جايزتنا. قصدي محول الطاقة بتاعنا كان جامد. ده حقيقي. طيب تفتكر لسه في مركز العلوم؟ أتمنى. واو، بصي علينا، جوبر سنترال، وريك مؤدب زي عادته. أيوه، هو يعني مشغول قوي؟ هو انتوا متخانقين ولا حاجة؟ لا، مش متخانقين. فين؟ ما تقلقش. احنا ليه قطعنا مع بعض؟ دلوقتي انا اتأخرت، لازم امشي. هي، حاسس ان احنا الاتنين عندنا حاجات مخبيينها، لما نتقابل تاني مفيش اسرار، تمام؟ ايوه، ممكن، لو في معادك. أشوفك قريب يا قصير. أنت عارفة أن أطول منك صح؟ بس مش هنا. التخرج من الإعدادية حلو ووحش. فين راحت مدرسة ميد تاون؟ وأنا رحت بروكلين فيجنز. قلنا هنفضل نتواصل بس. ياه، أيام الثانوية كانت عالم جديد. ياه، مبسوط إني شفت فين. لازم ألاقي باقي الكبسولات الزمنية اللي خبناها. مش دلوقتي، لازم أروح عشان المسيرة بتاعت ماما. فرصة أستخدم اشتراك الركوب بالحدود ده. التليفون تمام، كارت المترو تمام، معاك المفتاح؟ ايوه معايا. يلا هنتأخر. هي بص، انا هملى بدلتك دي بالتلج. هو انت لسه ببدلتك؟ احتياطي بس. ده هيبقى تمام.
عشان عايزين يفضلوا مراقبين الاوضاع دايما. ها دي حقيقه. مساء الخير يا جيراني. انتوا فاكرين اللي خسرناه ايام لما روكسون هدد كل ده؟ انت كويس؟ اخر مره اتجمعنا بالمنظر ده بابا كان احسن محل ايس كريم بنيويورك وحضانة جونيرو. كله هيبقى تمام. في ناس موجودة بتحمي مامتك. كنيسة تيريزا اللي كورالها كان بيملى الحي كله بالاغاني. انت سبايدر مان. لحد دلوقتي روكسون لسه بتنقل النيو فورم وده وقود تجريبي في المدينة، بس مش هيقولوا الاخطار. الرسالة دي لروكسون. سايمون كريدل بتاعكم اللي انتو بتدعمه ده سفاح. الساحة دي عبارة عن نصب تذكاري لكل اللي عمله. همنا انها تفتح. المجتمع السري هيوقفها. احنا عندنا مشكلة. اهدوا اهدوا. مفيش هروب. استعدوا. محتاجينك. هساعد مامتك. يلا خليك بعيد وما تهزرش. ها مسكتك. يلا بينا. اوامر تمر الموضوع ما يخصكش يا سبايدر مان. مش هتقدر علينا من غير سبايدر مان. توقفنا يا سبايدي. كانت حلوة دي. كيف فكرت يا سبايدر مان؟ هجم في المسيرة الغلط. يلا بينا. وهخصص محطة المترو وهكررها. مايل وصلنا البيت. نادية هتوصل مامتك المستشفى. ايه؟ هي كويسة؟ عورت في ايديها لما وقعت، بس ما تقلقش احنا هناخد بالنا منها. وانت ايه النظام؟ ايه اخبارك مع المجتمع السري؟ الهجوم ده مش منطقي. فكانهم عايزين النيو فورم، بس مفيش حاجة هنا. لازم اعرف خطوة تنكرر اللي جاية. ماشي. بدخل على البيانات بتاعتك. هساعدك على قد ما اقدر. فكرة حلوة. وجانكي. شكرا انك ساعدت ماما. عفوا يا صاحبي. المفروض تاخدها. هوقفكوا انتوا اسلحتكوا اللي بتنور.
وانت اخيرا انت فين؟ انا في البيت بس ممكن اجي المستشفى. لا خليك في الامان. انت مصابة. طب ولو حاجة حصلت لك وانا مش موجود؟ حبيبي ده مش زي اللي حصل. احنا بخير. خليك في الامان. مفهوم؟ هرجع قريب وهخليك تمضي لي على الجبيرة. تمام يا ماما. هشوفك في البيت. مايلز انا لسه شايف اللي حصل في التجمع مع مامتك. انت تمام؟ فينك؟ انا رايح لجسر بريثويت في انفجار. تمام بس لو روكسون ظهرت اهرب. اتفقنا؟ هيدوروا على حد يرموا اللوم عليه على كل الليلة دي ومش التنكرر بس. تمام هاخد بالي. الانفجار كان مخيف. لازم اتحرك. زي ما يكون الساحة كانت البداية أو تمويه. يلا 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 بلاش نضرب بعض بالنار. عاوزين النيو فورم مش أي حاجة تانية. دمروه وشيلوا كل حاجة. بتعمل ايه؟ لا هيشوشها. انزل. اشغلوها. الحريق ازاي نخرج؟
يلا عملتي قوتي انا اللي خليتها تنفجر الكل في امان بعد ما بدات الانفجارات على الجسم احنا شفنا سبايدر مان التاني هنعمل ايه هو في ايه ما عنديش فكره علم لا لا انا مش عدوكم بتعمل ايه انقذنا سيبه في حاله انا هصور ده ميرال شيل موبايلك ده حالا قلت لك شيل الموبايل حالا حالا ابعد ايدك عنها امشي حالا ده اخر تحذير انا انقذتهم هو في ايه هو راح فين يا خبر نزل هما زقوه بالنسبة لأن روكسون هنا عشاننا كانوا هيضربوني بالنار دول ما سمعونيش حتى هو أنت كويس؟ مش عارف